السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ مع بعض نحل نموذج بوكلت رقم 15، ونبدأ على بركة الله. أول حاجة طبعا ده ملغي، علل يعتبر كل من الدموع واللعاب من وسائل المناعة الطبيعية، لأن هما الاتنين من وسائل الدفاعية الفطرية اللي هي غير متخصصة، يعني بتحمي الجسم حيث تعمل الدموع على حماية العين من الميكروب، لأنها بتحتوي على مواد بتحلل الميكروبات، واللعاب كمان بيحتوي على بعض المواد اللي بتقتل الميكروب، بالإضافة لبعض الإنزيمات اللي بتذيب الميكروبات. تتكون الأجسام المضادة بشكل أسرع في حالة الاستجابة المناعية السنوية، طبعا بسبب وجود الخلايا الذاكرة اللي هي البائية اللي سبق تكوينها أثناء الاستجابة المناعية الأولية، وطبعا بتبقى مخزنة معلومات عن الأنتيجينات وبتحاربه عن طريق الجهاز المناعي. ما النتائج المترتبة على زيادة إفراز هرمون الباراثرمون؟ لو زاد هرمون الباراثرمون بيحصل إيه؟ بترتفع نسبة الكالسيوم في الدم نتيجة سحبه من العظام، فده بيؤدي لهشاشة العظام وتعرضها إيه؟ للانحناء أو الكسر. لا مش أنت ساعات بتشوف ناس يكون في عندهم تقوس في الإيد أو الرجل، هي دي بتكون بسبب هشاشة عظام، بسبب حالة زي كده. إن ما كانش طبعا حالة تانية، في طبعا امراض تانية، بس انا ايه يعني بقول لك ده سبب منها. تاني حاجة، ما النتائج المترتبة على النقص الحاد في افراز هرمون السيروكسين في البالغين؟ ها، يؤدي للاصابة بمرض الميكسوديما، فده يسبب جفاف الجلد، تساقط الشعر، هبوط مستوى التمثيل الغذائي، فالشخص يبقى مش قادر يتحمل البرودة، ولما بيقل الاكسدة او هبوط التمثيل الغذائي يزيد في الوزن، فبالتالي بيوصل لدرجة ساعات من السمنة المفرطة وقلة ضربات القلب والشعور بالتعب. أي مما يلي يستطيع أن يجدع الخلايا السرطانية؟ أجسام مضادة لا، بائية بلازمية لا، الخلايا التائية القاتلة. اكتب المصطلح العلمي، خلايا متحورة للنمو مباشرة لفرد كامل دي الجرثومة أو الجراثيم. الشكل المقابل يوضح موضع التقاء تلات عظام. ماذا يحدث في الحالات التالية؟ قطع التركيب رقم واحد، ده اللي هو ايه؟ الرباط. لو اتقطع الرباط ده هيحصل ايه؟ هتنفصل العظام عن بعضها، فهيأثر على حركة ايه؟ العظام في المفصل دوت. طيب غياب التركيب رقم اتنين، رقم اتنين ده اللي هو ايه؟ اللي هو الغضاريف، هيؤدي لصعوبة في الايه؟ في الحركة وتآكل اطراف العظام المتمفصلة، يعني اللي هي بتكون الايه؟ المفصل نتيجة الاحتكاك. العقدة الليمفاوية بإذن الله ان شاء الله، يعني بدون مقاطعة الفترة دي ربنا يكرم ان شاء الله ونزل لكم كل الرسومات. انا بس الفترة اللي حصلت بتاعت التعب اخرتني بس، ولكن ان شاء الله انزل لكم كل ده قريب. كل مما يأتي من خصائص هرمون الأنسولين ما عدا إيه؟ ما عدا ينتج عن قلة إفرازه الإصابة بمرض البول السكري، لا دي تمام، يتحكم في مستوى سكر الجلوكوز، ينتج من خلايا بيتا، لا هو ما بينتجش من خلايا ألفا، اللي بينتج من ألفا ده الجلوكاجون. الهرمونات المنبهة للغدد، الهرمونات المنبهة للغدد أقول له دي مجموعة من الهرمونات بتفرز من الجزء الغدي للغدة النخامية، بتؤثر على نشاط بعض الغدد الصماء مثل الـ TSH اللي بينبه الغدة الدرقية، الـ ACTH اللي بينبه الغدة الكظرية، البرولاكتين اللي بينبه إفراز اللبن، والهرمونات المنبهة للمناس اللي هي الـ FSH اللي بينبه تكوين حويصلة جراف، والـ LH اللي بينبه تكوين الجسم الأصفر. لماذا يطلق على الطحال مقبرة خلايا الدم الحمراء؟ لأن هو أصلا بيكون بيحتوي على خلايا بلعامية كبيرة بتلتقط إيه؟ الخلايا الجسدية المسنة أو الهرمة، تمام؟ زي كرات الدم الإيه؟ الحمراء المسنة، وبيفتتها وتعود لمكوناتها الأولية وبتخلص منها الجسم، تمام كده، على هيئة فضلات يعني إيه؟ عضوية. اختر الإجابة الصحيحة، إذا كان جنين الإنسان أنثى فإن المبيضان يتكونان بعد كام يوم؟ هقول له بكل بساطة،
هما كام اسبوع زي ما انا كنت كاتب اهو، هما 12 اسبوع. الانثى المبيض بتاعها بتكون في الاسبوع ال 12، يبقى اذا اضرب 12 اسبوع في ايام، اليوم الاسبوع الواحد في 7 ايام، يبقى 12 في 7 هيدينا 84. هنا في 84، لا يبقى اخد اقرب اجابه ليها اللي هي كام؟ 80. قارن بين الدور المناعي، نخاع العظام ده بينتج خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء وصفائح دمويه، وبيتم فيه انتاج ونضج الخلايا الليمفاويه الباقيه والخلايا الليمفاويه القاتله الطبيعيه. الغده التيموسيه بيتم فيها الاول انها بتفرز هرمون التيموسين اللي بيحفز نضج الخلايا الليمفاويه الجذعيه الى خلايا ايه؟ تائيه، وتميزها لانواعها المختلفه. بص، قال لك مواد كيميائيه وبروتينات. البروتين تعرف دايما لو قال لك بروتينات مضاده ومواد كيميائيه، ازاي فرق بينهم؟ ببساطه، مواد كيميائيه يبقى دي مواد سامه هتقتل، بروتينات مضاده يبقى دي هتتفاعل مع السموم تبطل سمياتها. تمام. طيب، يبقى المواد الكيميائيه دي مركبات كيميائيه بتفرزها بعض النباتات المقاومه للكائنات الممرضه، وهي اما تكون موجوده اصلا او تؤدي الاصابه لتكوينها، زي الفينولات. طبعا ايه، قلنا ان هي مواد سامه، فزي الفينولات والجلايكوسيدات وزي الاحماض الامينيه غير البروتينيه اللي هي زي الكنفانين والسيفالوسبورين. طيب، اما بقى البروتينات المضاده للكائنات الحيه او للكائنات، قصدي الدقيقه مش الحيه، دي بروتينات غير موجوده اصلا بالنبات، ما بتبقاش موجوده. خد بالك ان المواد الكيميائيه ممكن تكون موجوده اصلا في النبات، اما البروتينات لا، غير موجوده. وبتؤدي الاصابه لتكوينها، ودي بتتفاعل مع السموم وتبطل سميتها او تحولها لمركبات غير سامه زي انزيمات نزع السميه. افحص الشكل المقابل ثم اكتب رقم واسم الجزء الذي سيصبح بعد الاخصاب كل مالي. الجنين البيض طبعا اللي هي رقم 5، وغلاف الثمره اللي هي غلاف الثمره اللي هو المبيض، يبقى اللي هي ايه؟ 1، ده جدار المبيض. بعد كده على طول اكتب المصطلح العلمي، مناطق تنشأ من تراكم خيوط الميوسين وخيوط الاكتين معا. ميوسين واكتين مع بعض يبقى المناطق الداكنة اللي هي المنطقة A اللي هي في النص. عظمة صغيرة ومستديرة تقع ما في الركبة الرضفة. ماذا يحدث في حالة جفاف بركة بقى تحلب الاسبرجيرة؟ هيلجأ إلى التكاثر الجنسي بالاقتران. تمام كده، وتكون إيه؟ لوكحة جرثومية وإلى آخره. المهم يعني بكل بساطة إن أنا عشان ما أغيش، ماذا يحدث في حالة حصل كذا؟ هقول له هيلجأ إلى التكاثر بالاقتران، وقد يكون اللي هو التكاثر الجنسي بالاقتران، قد يكون جانبي أو يكون سلمي. ماذا يحدث في حالة انخفاض مستوى المتك عن مستوى الميسم؟ المتك ده اللي هو في حبوب اللقاح، عن مستوى الميسم هو أقل منه، يبقى بالتالي هيبدأ يحصل إيه؟ إنه هيحصل تلقيح خلطي. ليه يحصل تلقيح خلطي؟ لأن المتك ده ساعتها لما هيجي إن هو يرمي الحبوب اللقاح مش هيقدر يرميها على نفسه او على الميسم بتاع الزهر اللي هو فيها، هيرميها على ما ايه؟ مياسم ازهار تانية، فيعمل تلقيح خلطي. تمام؟ اكتب ما تعرفه عن المفاصل الغضروفية. طبعا المفاصل الغضروفية بتربط بين نهايات بعض العظام المتجاورة، وبتسمح بحركة محدودة جدا زي المفاصل الموجودة بين الايه؟ فقرات العمود الفقري، وكمان اللي موجوده بين او على رؤوس الايه؟ لا، ملناش دعوه باللي على الرؤوس، هي بس كده خلاص، هي اللي هي اللي بين الفقرات وبس، ملناش دعوه باللي موجود على الرؤوس، ده حاجه تانية. وتر اخيل، وتر اخيل ده نسيج ضام قوي بيصل العضله التوأميه او اللي هي عضله بطن الساق بعظمه الكعب. تمام، فبيساعد على حركه الايه؟ الكعب. وممكن ان هو بيتمزق زي ما نعرف بسبب مجهود عنيف او تقلص العضله التوأميه او انعدام المرونه في العضله. ومن اعراض تمزقه بلاقي ثقل في حركه القدم، وبلاقي الام حاده وعدم قدره ايه؟ على المشي. وعشان اعالجه باخد ايه؟ مضادات للالتهاب ومسكنه للايه؟ للالم، او ان انا استخدم جبيره طبيه او تدخل جراحي في حالة ان التمزق كان كامل او كانت الحالة خطيرة. يعني من امثلة المناعة التركيبية في النبات والتي تمنع انتشار الميكروب في اللين سموم، يبقى كل ما سبق.
تمام كده ولا ثواني. من أمثلة المناعة التركيبية في النبات اللي بتمنع انتشار الميكروب في أنسجته. خد بالك بقى، شوف هنا احنا كنا ممكن نغلط، تمنع انتشار الميكروب في ايه؟ في أنسجته. يعني إذا الميكروب جوه النبات وهي بتمنع انتشاره جوه، يبقى دي التلوزات. ما المقصود بالشد العضلي؟ الشد العضلي ان تفضل العضله في حاله انقباض مستمر وغير قادره على الانبساط نتيجه نقص جزيئات الايه الاي تي بي او وصول نبضات عصبيه غير صحيحه من المخ للعضلات، او عدم توافر انزيم الكولينستريز في مناطق اتصال العصب العضلي. ما مدى صحه العباره مع تفسير جميع الروابط الكيميائيه في جزيء الدي ان ايه المزدوج روابط تساهميه فقط؟ طبعا دي عباره خاطئه، لان بيوجد في جزيء الدي ان ايه روابط تساهمية وهيدروجينية. التساهمية بتبقى في الجزيء نفسه والهيدروجينية بين القواعد فقط. اكتب العدد الدال على كل من 100. المدة اللي بيستغرقها نمو حواسيل الجراف في مبيض الأنثى حوالي 10 أيام. طبعا احنا بنقول اليوم ال 14 ده عشان من بدء دورة الطمس، لكن من انتهاء الطمس بتبقى 10 أيام. عدد مواقع الارتباط بالأنتيجين في الجسم المضاد اللي هو الاي جي الاي جي ام. الاي جي ام ده بيبقى عباره عن خمسة اجسام مضاده، كل جسم مضاد فيه اتنين مواقع ارتباط، فيبقى 2 × 5 × 10. قارن بين التبرع في الخميره والتبرع في الاسفنج. خد بالك في ناس ساعات تيجي تقول لك التبرع في الخميره سهل ما فيهوش اي مشكله. اللي هو بيقول لك ايه التبرع في الخميره؟ ان بتنقسم النواه ميتوزي الى نواتين تبقى احدهم في الخلايا الام وبينما تواجه الاخرى نحو البرعم، وان بينشا البرعم ده كبروز جانبي على الخليه الام بينمو تدريجيا لحد ما يكتمل النمو وينفصل عن الخليه الام او يستمر متصل ويكون مستعمره. تمام، مستعمرات خلويه. يجي ساعات تقول لك تبرعم في الاسفنج، لا انا خدت تبرعم في الهيدرا، هو انا عارفه ان هو في الهيدرا. تمام، طيب ما هو التبرعم في الهيدرا هو التبرعم في الاسفنج هو التبرعم في عديد الخلايا. خلاص كده، يبقى اذا جه قال لك اي حاجه من الثلاثه دول هتقول له نفس الكلام، ان هي بتنقسم الخلايا البينيه ميتوزي وبتتميز الى برعم. البرعم دوك بيبدا كبروز على جانب الجسم، ده فرق اهو جوانب الجسم مش جانب الخليه، وبينمو البرعم ايه تدريجيا ويشبه الام تماما، وده هو تاني اختلاف، بينفصل عشان يبدا حياته مستقله. هل تختلف قدرات التكاثر بين الأحياء؟ قل وذلك حسب اختلاف البيئة المحيطة وطبيعة حياة الكائن الحي وحجم المخاطر التي يتعرض لها، درجة رقي الكائن الحي وطول عمره. على الوجود النقير في كل من البويضة والبذرة، طبعا بسبب ان لان بيتم من خلاله ايه اخصاب البويضة وبيبقى موجود في البذرة عشان يدخل من خلاله المية بعد الانبات أو عند الإنبات مش بعده. الخلايا الصارية أهميتها إيه؟ أهميتها إن هي بتفرز مواد كيميائية مولدة للالتهاب، من أهمها الهستامين اللي بتعمل على تمدد الأوعية الدموية. تمام كده؟ الأوعية الدموية الصغيرة والشعيرات الدموية للسوائل، وبالتالي لها دور في قتل الميكروب والأجسام الغريبة عن طريق خط الدفاع الثاني اللي هو الاستجابة بالالتهاب. انزيم يقوم باضافه نيوكليوزات جديده يبقى البلمره، بلمره الدي ان ايه. ما النتائج المترتبه على قطع ازرع نجم البحر مع اجزاء من القرص الوسط ايام كل ايه كل ذراع لفرد كامل مستقل؟ مع تقدم العمر بيتحول النسيج الليفي الى عظمي. ما مدى صحه العباره؟ يمكن للهرمون الواحد ان يؤثر في انسجه مختلفه؟ طبعا ده صحيح، وعلى سبيل المثال هرمون الاكسيتوسين وهرمون الاي دي اتش. الاكسيتوسين منبه لعضلات الرحم، تمام، فبينظم تقلصات الرحم اثناء الولاده وبيزيدها يعني بشده عند الولاده، وكمان ليه اثر في اندفاع الحليب من الغدد اللبنيه، تمام، فبيأثر في الغدد اللبنيه وبيأثر في الرحم. تاني حاجه عندنا الهرمون اللي هو الاي دي اتش اللي هو المضاد لإضرار البول، ده بيأثر على كمية المية
تمام كده، وبيأثر على رفع ضغط الايه، ضغط الدم، فبيأثر على العضلات تمام كده، ده نسيج، وبيأثر على الكلية اللي هي النفرون، ده نسيج تاني. تاني حاجة يجي يقول لك قد تتأثر خلايا النسيج الواحد بأكثر من هرمون، يعني نسيج واحد بس وتتأثر بأكثر من هرمون. طبعا دي بقى ما أكثرها، وهو المثال اللي احنا كنا لسه واخدينه في امتحانات قبل كده، ان في اكتر من هرمون بيأثر على نسيج واحد اللي هو الكبد، جلوكاجون، انسولين، نور ادرينالين وادرينالين. اذكر اسم ورقم التركيب الذي تتم فيه عملية الاخصاب. طبعا هو واحد اللي هو قناة فالوب. وضح تأثير حدوث الحمل على ثلاثة، ده الجدار، جدار الرحم او بطانة الرحم، يعني بيبدأ ان هو بيزيد سمكها بسبب زيادة الامداد الدموي ليه، بسبب زيادة افراز الايه، البروجسترون. تركيب الحزام الصدري والحزام الحوضي. الحزام الصدري طبعا الاثنين الاول، الاثنين بيتكونوا من نصفين متماثلين، يعني كل واحد فيهم بيبقى ايه، نصفين متماثلين، كل نصف بيتكون بقى من اللي احنا نقوله. الحزام الصدري له كتف، بتبقى عظمة ظهرية، بتبقى مثلثية الشكل، بتبقى طرفها الداخلي عريض والخارجي مدبب، وفيها نطوء بتتصل به عظمة الترقوة، ويوجد ايه، فيها تجويف اسمه التجويف الأروح اللي بتستقر فيه رأس عظمة الغضب. العضد مكونة مفصل الكتف. تاني عظمة اللي هي الترقوة، ودي عظمة بطنية رفيعة بتتصل بايه، من الأمام بعظمة القص، ومن الجانب الاخر بنطوء عظمة لوح الكتف. اما الحزام الحوضي ده تلات عظام، اللي هي عظمة الحرقوفة الظهرية اللي بتتصل من الناحية البطنية الامامية بالعانة، ومن الناحية الخلفية بالورك، وبيوجد بقى عند موضع اتصال الحرقوفة بالورك والعانة، بالورك والعانة، موضع اتصال التلاتة دول، تجويف بنقول عليه التجويف الحقي اللي بيستقر في رأس عظمة الفخذ، فيكون مفصل ايه، الفخذ. حس النبات على المقاومة، دي بنقول عليها ايه، المناعة المكتسبة في النبات، ان انا حس النبات على ان هو يقاوم، دي مناعة مكتسبة اكتسبها، ما كانتش موجودة عنده. مجموعة من الحواجز الطبيعية، يبقى ده خط الدفاع الاول في جسم الانسان، لان هو بيقولك ايه، جسم انسان. الاوكسينات دي مواد كيميائية بتفرز من الخلايا الحية اللي موجودة في القمم النامية والبراعم النباتية، وبتنتقل إلى مناطق الاستجابة وبتأثر فيها هناك في وظائف المناطق المختلفة بالنبات، اللي هي زي أندور حمض الخليج. تزداد الكيموكينات عند موقع الإصابة عشان تكون بعملية جذب الخلايا البلعمية الكبيرة اللي هي المتحركة مع الدم بأعداد كبيرة نحو موقع الإصابة للحد من انتشار الميكروب. قام العالمان هيرش وتشيز باستخدام الفوسفور، الفوسفور في الدي ان ايه، والكبريت المشع في البروتين. مبيض انثى الانسان اهميته ايه، انتاج بويضات، وبيفرز هرمونات البلوغ اللي احنا بنقول عليها الهرمونات اللي بتظهر الصفات الثانويه، وكمان هرمونات تنظيم دوره الطمس وتكوين الجنين. ما النتائج المترتبه على حدوث خلل في تركيب المستقبلات الموجوده على اسطح الخلايا التائيه المثبطه؟ خد بالك هنا، حدوث خلل في تركيب الايه، المستقبلات الموجوده على اسطح الخلايا التائيه. طيب المستقبلات موجوده على اسطح الخلايا التائيه مثبطه، هنا الحدث خلل ايه اللي هيحصل؟ بكل بساطه هيؤدي لعدم ارتباط الخلايا التائيه المثبطه اللي هي تي اس بعد القضاء على الكائن الممرض بخلايا بائيه بلازميه ولا خلايا تائيه، تمام كده، سواء كانت مساعده او سامه، وبالتالي عدم افراز بروتين الليمفوكينات، فبالتالي مش هيست ايه، مش هيتم تثبيط الاستجابه المناعيه، لان مش هقدر اوقفها. مكان ووظيفه خصية الذكر، ذكر الانسان، طبعا ديك بتبقى بتتدلى خارج تجويف البطن داخل كيس اسمه كيس الصفن، وظيفتها انتاج حيوانات منويه وافراز هرمون التستوستيرون والالدوسترون المسؤولان عن ظهور الصفات الجنسيه الثانوية ونمو غدات البروستاتا والحوصلة المنوية. مكان وظيفة الأنسليديا،
على الانسليديا مقدمه السطح السفلي للتور المشيجي في الفجير، والوظيفه بتاعته ان هو عباره عن مناسل المذكره، اللي فيه الس ده مذكر، اما اللي فيه الشين اللي هو الارشجونيا مؤنث. يحاط الجنين داخل الرحم بنوعين من الاغشيه، ما هما؟ طبعا غشاء الرهل وغشاء السلي. غشاء الرهل ده بيحيط بالجنين في الرحم، وبيحتوي على سائل يحمي الجنين من الجفاف وبيساعده على تحمل الصدمات. غشاء السلي بيحيط بغشاء الرهل في الرحم وبيحمل الجنين، وكمان بتخرج منه بروزات او خمالات اصبعيه الشكل اللي هي بتكون المشيمه. وبكده نكون خلصنا. اتمنى انك تكون استفدت. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتبلغ صحابك بقى عشان يستفادوا برضو باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.